اليوم أخذنا الكاميرا وقررنا نطلع على نهر كل واحد بلبنان وكتير ناس بالعالم تعرف. قررنا ناخد الكاميرا ما معنا حدا، حطيناها على الأرض منساعد بعضنا ونتمشى من هون ونطلع طلوع 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 على وين ببلش. نحنا وين؟ نحنا بنهر إبراهيم. نهر إبراهيم شغلة كتير كبيرة، بس اللي خايفين منه أنه ما نقدر نخبر أولادنا أو أولاد أولادنا يخبروا أولادهم عن هالنهر يلي كان تاريخي ويلي كتب مصير وتاريخ لبنان. فأنا ومارك رح نقضي نهار مع بعض. هون الجسر شو هو وشو رح نعمله؟ أنا على هيدا الجسر ربية أنطونيون، فمشتل أهلي قريب كتير على هيدا الهون، كان أطلع كتير أنا وخيي أتفرج على النهر. تعرف لما تكون أنت عندك علاقة أهلية قريبة بالنهر بتشوف إيه هو بلاسينج، يعني نحنا كنا أوقات نتصيد فيه، كنا نصقي فيه، بس نفس الوقت كيف بيقدر يفيد بياخد كل شيء عندك إياه بثانية. وهو ليه بسبب أغلاط، يعني ما فيك تجي تنق إنه ليه راح كل شيء بثانية، وأنت عم بتعامل النهر يلي عمره آلاف السنين نحنا على جسر أسرة، تعامله بإذا بدك يعني هيك بطريقة كتير فوقية، بتكب زبالتك، كب زبالتك فيه. كل شيء بدك نفايات واخبار من كبه، كسرات بوليسيون والاخبار، وبالاخر بتقول طب ليه طلع النهر عليها. سو هيدا النهر مثل ما انت قلت هو الحد الفاصل بين قضاء جبال وقضاء كسروان. نهر اسري بيقولوا انه اكيد في رومان وقبلون وكل الحضارات اللي طلعت على لبنان، رح نشوف كثير صوره حلوه. نفس الوقت ادونيس وعشتروت ما بعرف اذا رح نقدر نشوفهم، بس هيدا نهر رائع بيختصر شوي علاقه الانسان بالطبيعة وبلبنان. هيدا اللي بدنا نجرب نضوي عليه ونشوفه. يلا نهار يبلش من هلا من هيدا الجسر. طلعوا قديش رائع وقديش من زمان كانوا يشتغلوا ويعطوا وقتهم على جسر بيقطع عليه الناس بكل بساطة. جسر رائع، تفاصيله بتاخد العقل، حجرة حت حجرة، وتخيلوا كم سنة ضاين، مئات السنين. وهيدا الجسر هو آخر 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 النهار من بعد ما يقطع كل هالوديان من أول الطريق من فوق، وبيوصل لهون بيقطع السيارات اوتوستراد وبعدين بينزلوا الميات بالبحر. قديش بيقطع صعوبات، قديش بيقطع اشياء حلوه، قديش في مناطق حلوه، شجر حلوه، وكمان قديش الانسان عذبه قهره عمل فيه اشياء. رح نكتشفهم كلهم سوا مع بعضنا اليوم. رح نطلع بالسياره ونشوف وين الطريق بتاخذنا، نمشي بالنهر من اوله لاخره. يلا نهر ابراهيم يلي لازم تعرفوا عنه. تتخيلوا قديش ناس قطعت من هون؟ تتخيلوا كم تران راح واجا مش بس على طرابلس بس كفى على سوريا حتى على تركيا؟ قديش في ناس قطعت من هون؟ قديش في ترينز قطعت من هون؟ قديش كان له تاريخ؟ قديش كان له تراث؟ ومن هون اكيد بوقتها ما كان فيه ولا بطون ولا سيارات ولا طريق بحريه ولا طريق الساحل، كانوا يشوفوا الجسر القديم ويطلعوا ويقولوا هيدا نهر ابراهيم، نهر ابراهيم اللي مدرسه بالكتاب بالتاريخ اللي كل العالم حكيت عنه واللي له قصص، ادونيس وعشتروت الوفات السنين ملايين السنين. قديش حلو، قديش حلو تاريخ لبنان، قديش كان عنا اشياء ومش عارفين قيمتها. هالخشبات اللي ضاينت على القليل 60 سنه او 70 سنه ولبعدها لليوم مع كل الشتوات اللي عم بتصير عليها ما صار لها شيء. الحديد اللي بعده مثل ما هو، واذا بدنا نمشي الترينات ما بدهم غير تلميع. شو هالتاريخ العظيم بهالبلد العظيم، بس بدكم شعبي يقدر. بلش بالاساسيات، نهر ابراهيم ببلش من مغاره افقا من نبع العقورة وبصب هون بنهر ابراهيم، بدايه نهر ابراهيم طوله تقريبا 30 كيلومتر، مساحه الحوض تبعه 321 كيلومتر مربع. بهالنقطه بالذات تلتقى المي الحلوه مع المي المالحه. هذا البحر لازم يكون كتير حلو، هالبحر العظيم لازم يكون هون كمان هالشط الروعه، ولازم تكون المي شيء غير شكل، واحد يتسبح لانه بيكون بين مسقع وشوي دافي، ولازم تكون ما تحسوا فيها ملوحه كتير ولا مي حلوه كتير. بس للاسف اليوم رح نفرجيكم كل التفاصيل. ليكو انا وين واقف؟ انا واقف هون، واقف على بحر كله زباله، كلها نزله من البحر، كلها نزله من فوق، نزله من النهر، والعالم اخر همه اللي قطع الجسر بكب قنينه، يلي عم بيعمل بيكنيك بكب زبالاته، ومفكر حاله انه الدنيا بتخلص عنده، مثل كانه الطبيعه قدرت تنظف بلاستيك وتنظف كل الزباله، وما حدا اهتم ببلده وفكر انه بدي اتركه لاولادي ولاد 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 ولادي، مهم انا انبسط ارجل عبي بطني وبترك زبالاتي وراي.
المي الحلوة بتاخد آخر طريق لتلتقى بالمي المالح. مي حلوة جاية من جبال لبنان، مي حلوة جاية من تحت الجبل، مي حلوة جاية من أحلى بلد بالعالم ومن أرض مقدسة. لازم تلتقى بمي مالحة خفيفة من البحر الأبيض المتوسط، ما فيها موج، بتلالة حلوة نظيفة وكلها سمك. وهون لازم كل واحد منا يقعد ويتسبح وينبسط كتير كتير كتير. للأسف هيدي ملوثة، وبهالنقطة هيدي ملوثة كمان. مثل القناية اللي شايفينها وراي، أكيد كان في وحدة من زمان، هي قناية رومانية كتير قديمة اسمها بالمبدأ قناطر زبيدة، شوي مثل القناطر الموجودة بالمنصورية أو بالحزمية اللي كان يقطعوا عليها الرومان المي من ميل لميل. من هون جبل، من هون جبل، كيف كانوا يخدون؟ يمكن من ميل لميل ويرجعوا يلحقوا الجبل من هون تيصوا على منطقة تانية. ما بقي منهم إلا أنطرة وربع، يعني لوفيت ولوفيت السنين وبعض الحجرة مثل ما هي حجرة لبنان. الأكاديك هو كتير مشهور عند الرومان، كان ينقل الماي من منطقة لمنطقة، فتخيلوا من أي أيام والعالم مهتمة بمية نهر إبراهيم. بلشنا ورمتنا بهالطرقات الضيقة وبلشنا نطلع، كنيسة على جنب، معمل، خضار كتير ووادي كتير كتير قوي. بلش الطريق تخضر وتخدنا محلات كتير حلوة. أنا شايف إجرام، أنا شايف تكسير، أنا شايف إشي كتير بشعة. أنا ما بقدر كإنسان كلبناني بحب وطنه يفهم كيف حدا شو ما كان شو ما كان شو ما كان إذا فيه هالقد ذكاء ووعي يقدر يكسر وادي أثاري، وادي تاريخي، وادي تراث. أنا هيدا اللي شايفه. أنا اللي شايفه ما بفهم كيف في ناس بشوفوا الخضار والحجار الحلوة كسرات ومرامل. اللي ما بفهمه أكتر هو انه ليه ما منزبط، هذا ما بفهمه. يعني يمكن في ناس رح يقولوا الكسارات والمرامي المهمه، طيب عملنا مساره ليه ما بنرجع نعطي لهالارض؟ كيف فينا نترك لاولادنا ولنحنا ولاولاد اولادنا اللي رح يقطعوا هالطريق، كيف نترك هالمنظر؟ انا ما بفهم.
قد ايه حلو انطونيون هون كيف الطبيعه بتكون حد المي. يعني بهيدي الفاليه تبع نهر ابراهيم في عده ايتاج للجداسيه، يعني عندنا صنوبر، عندنا كمان سديان وبلوط وملول، وعندنا كيف لازم يكون حد النهر، هالعلاقه بين المي والصخور، العلاقه الرائعه اللي بتترك لك هيك سلام، بتترك لك نباتات المي يلي بعد اكثر واكثر رح نروح نتعرف عليهم. امبرسيف جميل خالب. روعة. روعة روعة روعة. جنة جنة فيها ملايين الأعشاب، ملايين الشجر، ملايين الحشرات، بس 30 ثانية صمت وشوفوا كيف تحسوا حالكم عم تطلعوا على الأرض. بعرفكم على عدة نباتات موجودين هون. أول شغلة كزبرة البير يلي بالفرنسية بنسميها شوفو دو مونبوليه لأنه شعراتها شوي مثل الشعر تبع الجرجز من زمان. هيدي عندها كتير فوايد منها أنه بيستعملوها للشعر، مشان هيك كمان اسمها كابيلار دو مونبوليه. بلبنان في كتير شجر، 30 حد البحر دغري حد النهر. هون عنا الغار يلي هي كمان شجرة لبنانية مليئة دائما حد الماي. وعنا اللي انا بحبها من احلى شجرات ليكم الاسبيسمن لخروبه، وهيدي هون خروبه. عم نشوف كيف بالخروبه الزهور بيطلعوا دغري على الغصن مش من فوق. هاي اللي انت ملقط فيها هي خروبه. يس هيدي خروبه. ليك شو حلوه على حد النهر. وايلد خروبه او كمان في واحد يقطفها؟ وايلد خروبه اكيد فيها نقطفها، ما في مشكل، بس هي طالعه على وحده، هي بارت من الايكو سيستم اللي هون. وعلى عالي على عالي دائما حد النهر بنلاقي كثير شجر رح نتعرف عليهم بعدين، بس الاساس دائما الدلب، هذا كله دلب حوالينا. اهم شيء واحد اذا حط خيمه ونام هون في ياكل خروب اكيد بسيزون معينه، ياكل تين ويطبخ بالغار 100%. بس 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 بطريقه سستينبل، نعرف انه نجي ونفل ما نترك شيء ورانا، ونعرف انه هو لازم يبقوا لغيرنا، ما ندمر ما نكب، كيف جيته كيف فله. عبالي احكي عن هول، عبالي تخبرنا عن هول، عن هالسجادة الرائعة، عن هالخضار العظيم، عن الرطوبة الموجودة هون بالصخر، فعلا فعلا رائعة. بس هيك واو ماركو لي شو هلا هول منن حتى سبيشيز وحدة، هول موس في كذا نوع منهم. إذا واحد بقرب ليك هون هيدا نوع هيدا نوع وهون في غير شيء. هول إذا بدك هن أقدم النباتات الموجودة، يعني النباتات يعني كانوا عايشين بالمي كانوا ألج، بعدين صاروا موس قبل ما يصيروا بعدين فجار بيرجعوا يصيروا شجر. فهول مثل سجاد، وين ما منلاقيهم لازم يكون في رطوبه، مش يعني ما فيهم يعيشوا بلا المي، فيهم يعيشوا بلا المي، بس عايزين المي لما بدهم يتكتروا، على القليله بهالفتره بده يكون في مي. الموس او الموس موجودين بكثره عندنا كمان بهالفاليه. معبى بعضه، معشق بعضه. ما في انسان طلع من هون اكيد، هيدا القناه اللي عم تشوفه هو كانال مي اكيد، وبينزل لتحت. هلا الموسم على القد واحد دريمشي على النهر، وقريبا عم تتخيلوا بتقريبا متر ونص مترين المي لازم توصل لفوق، الغزاره المي اللي بدها تنزل. فهلا عم نتفرج وعم نستفيد من السكولتشرز، من النحت الموجود بالطبيعه. سبحان الله، اكثر من هيك واحد ما بيقدر يقول. فتشت على سمك، في سمك بس صغار كتير مش حرزانين. بس اللي غريب انه المي نقية، مزبوط في شوية زبالة بس منها معوكرة، يعني شكله المعامل من هون ونزول. هلا بنشوف شو بنكتشف.
هالاجر بجبال وهالاجر بكسر وين. نحن هون وصلنا هلا بالنص وطالعين صوب يحشوش من يحشوش عشوين. بتتذكروا هول المناظر كتير حلوين، المي الزرقاء كتير، الخضار الغير شكل، راح نفرجيكم اياهم بعد شوي. غير ان المناظر بتعقد وعم بتخيل بكره بالشتويه شو رح يصير، بس في شيء بيلفت النظر، هون مي ما بقى فيه، بس صوت المي كتير قوي، هون في مي كتير، يلي بيفرجي انه قديش في نبوعه، قديش في ينابيع عم تقطع محل لمحل، طلعوا تحت، المي جايه من تحت الجبل، وينابيع اول ذا واي بتصير تقوى 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 تقوى، وبصير في نهر كتير قوي ما بيوقف كل السنه. ببلش بقف فوق 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 عندن بيوقف وبيرجع ببلش بيرجع بيوقف. شغله 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 عظيمه، قديش بنكتب كتب، قصه كتير كبيره هذا النهر. حسك انت واقف عم طلع شيء مثل ما انا بوقف قدام منقوشه 100%. هيدا انا لإلي حياتي بكمله، لان اول شيء هالشجره بشلوشة قادرة تقاوم المي اللي بتطلع وتحتها وهيك قد ما هي قوية الدلبة اللي هون، بس في حياة عليها. هول الموس هون بنسميهم موس ابيفايتس، يعني طالعين عليها عايشين عاملين مثل إذا بدك ضيعة. ومش بس في موس، في فجرات يحن هون عم تشوفهم، هول الفرونت تبعهم كيف عم بلشوا وكيف ما بتبرم بتلاقي حياة، لدرجة ما يكون في غارة مفرخة بدلبة، وأكثر في هون سنديانة مفرخة بدلبة. سنديانة مفرخة بدلبة تبرم شكل الموس وهيك، يعني مبين قد ايه هون اكسجين حلو وقد ايه عم تشوف كل هالضيعة هيك انا مسميها دلبة مفرخ فيها شجرتين. وبرمنا هون بتشوف عادة، هلا في كثير اشياء نحكي عنها بس خاصة الإدارة، لما بنشوف الإدارة عادة بلبنان هيدا السين انه بعد المطرح شوي البيودايفرسيتي محترمة، الاكسجين والهواء منيح، هيدا السين انه هاي الغابه شوي بريزرفين مثل ما لازم. الزياده هون عندنا بلانت كثير حلوه اسمها روسكوس اكولياتوس، بسموها بالعربي صرم الديك، ليك عليها بوله حمراء لانه هيدا بتستعمل حتى لنويل، بسموها لفوهو مش اللي هو تبع نويل مزبوط. هيدا بالضيعة بياخذوها لكل شيء اسمه اوجاع كلاوي ورمل وهيك. طالع الهليون البري الاسبرج لوحده هون كمان، ومنطلع كيف ما بتشوف هون في على صخور فجرات بعقده، في فجار كتير كبير هونيك، ورح اطلع فرجيك فجار احي هون احي هون هيك شو حلوه. هيدي اسمها سترخ، اذا بتقلبها شوي هيك بنيه من ورا هون سبورز تبعها مبينين كتير، هول اللي بخلوها تتكاتر، هول البنه اللي هون مبينين. وبيرجع هيدي جدودنا بسموها حشيشه الذهب لانه كانوا يحفوا فيها الذهب، بنفس الوقت بياخذوها لكتير اشياء طبيه، كلها فجار ورانا في انواع كتيره. هيدي هيك كمان قد ايه في تنوع بيولوجي بهالغابة. بتعطيني انا كل ما بجي لهون دائما بفكر ليه من هالميل بتطلع كله حلو، بعده الجبل اخضر، بعده كله حلو، ليك المغارات، ليك هالطبيعه، اذا فينا نفرجي وتشوف قد ايه حلوه. بتطلع دغري هونيك، هيدا الجبل هونيك اسمه نكويع المشنع، دغري وراه هون ورا هيدا الجبل ضيعته ارتبه، قدام من هون حلو وقدام من تاني ميل صار في كسرات ومرامل، وهيدا بخليك تفكر رح يبقى هيدا الجبل هيك او رح يصير مثل تاني ميل. تحت بالوادي اول ما قلعنا عجقه وسيارات واوتوستراد وما حدا سألان،
فوق فوق، يمكن لأنهم بعاد أو عايشين بالجبل أو عايشين بالشتوية، فكل واحد طلع بلو يتدفى بقص وبيمشي بعدها بالنص، لأنه الإنسان مش قادر يوصل. طيارنا دنون فرجاناكم كيف تحت جوا هيك، والسيارة مش قادرة توصل بعده محافظ عليه. شو ناطرين تنحافظ ونترك شوي منه لأولاد ولاد ولادنا؟ مسؤولية، ما بدها غير مسؤولية. محل ما الإنسان ما فات ما عدم بيه. قديم كان البيوت هون، هلا ني فيها شي على البحر شي تحت، بيجوا بحبوا الصيفيه وبيقعدوا بالصيف، وغير هيك ايش في؟ بالشتا بيجوا شوي. لما بنطلع هيك عن قريب، هيدا المطرح كثير غني بالبيودايفرسيتي، المشكلة انه كثير مطارح بنطفوا. هلا بعده مبين شو كان، مثل هون هولي قرنا عم يرجعوا يطلعوا بيتاكلوا هيك حد المي. عنا كتير فجار، عنا البارياتير، عنا هيدا ستاكس بلاط مهمة البريمفير، يعني هيدا مسميها نحنا مثل البلاط اللي منقلهم ريديرال اللي بيطلعوا الحيطان. بس أول ما شوي بعيد من مطرح ما الإنسان شوي نازع ليك، هلا هون ملا إذا بنقول جنة صغيرة موجودة، هيدا رح نشوفه هلا منسميهم دي بارواس وانتوت. يعني هاي البيودايفرسيتي رائعة. منقرب منشوف كمان كيف عن جديد عنا الفجار يلي اسمها الكابيلار دي مونبولييه أديونتم يلي بهمه يعرف باللاتن يحيي هون كلها. لهون منقرب أكثر ومنلاقي كمان منسميهم الشينوس يلي هن هون، نطلع عليهم ليك شو حلوين. هول البرواب بكونوا نزلين كلها سوا ليك هونيك، هيدا معناتها هون في كتير ماء، طبيعة رائعة. هول كمان دي بريمفير بدهم يرجعوا. هالمطارح لازم أكثر وأكثر نتعلم نحترمهم ونحافظ عليهم. حلو هالمطرح، جنة. بس اقول انه نحن عم نصور هيدا الريبورتاج نحن بنوفمبر، لو نحن هون بمايو أو بابريل هون عيوننا بتكون زهور واوركيد وايباريكوم وشو ما بدك، بس نحن هلا بهالفتره كل فتره عندها الشارم تبعها. هون كمان بيطلع انداميك بلانتس، في اوريغانوم ليبانوتيكوم يلي هي زعتر لبنان بس هلا منه هون، بس في عنا البنتابيرا سيكولا او الاريكا هي هون، هيدي كمان بتميز الغابه هون، هيدي نبته انداميك للبنان ما في منها بالعالم غير هون، وهول كمان لازم نحافظ عليهم.
إذا أنتم ماشيين بهذا الخضار شو بتحسوا؟ إذا أنتم ماشيين بهذا الخضار قديش بتحسوا حالكم فخورين ببلدكم بوطنكم بأرضكم بالطبيعة بربنا وبتقولوا سبحان الله شو حلو. بس في ناس ما بعرف إذا هن يعتبروا بشر بيشوفوا هيك شيء وبيكبوا هول. يس في منهم هول. ما أكلنا شيء من الصبح بس أنا بعرف إنه فينا نعيش من الطبيعة فعم فتش على شيء بقدر أكله. كيف تعرف الوحدة بتتاكل أو ما بتتاكل؟ إجمال لازم تكون قريب من المي؟ هلا لا في كتير حد المي مش منيح. هو شو؟ يلا دوق أنت دوقه خبرنا. شكلهم فريش. يس دوقه. بأخذهم هيك؟ لما كان لازم نشيلها بشلشة بس يلا. ليك صعب شوي. دوقه. اف ركا. عصرة حامض. برافو هيدي بسموها جرجير المي. غضينا اليوم. هاي جورج وصلنا. أوي. على شوين اندرنس. خبرني شو عنك، خبرني نحن وين تنس تعرف شو بتشوف هون. اول شيء انا اسمي جورج زوين، جارد بمحمية جبل موسى شوين. في عنا اربع مداخل لمحمية جبل موسى يلي هن بيدر الشوك أمز، مشيتي نهر الذهب، يحشوش مرجريس، شوين يلي بتروحوا على البحيرة. كبر محمية جبل موسى هي حوالي 6500 هكتار. عنا هون كانوا بيوت للعمال لشركة الكهرباء تليين، كانوا يناموا هون، كانوا عاملين لهم سكن هون. في عندهم سكن هون تحت كمان زيت الشي، يشتغلوا ويجوا يناموا هون. فوق في شركة، شركة نهر إبراهيم، هو كناية عن سد هون ما بيولدوا كهرباء، هون بيجمعوا الماي وبيبعطوها. في بكعب السد في تونيل طوله 4 كيلومتر بيروح من هون تحت هذا الجبال ليحشوش، بينزل هذا التونيل راسه بيكون اكيد بيضيق شوي، بينزل وبيطيب على مكنت على المكنه، بتبرم المكنه على التوربيون بيولد كهرباء. هي نتيجه انه على ضغط الماء. بعدين هيدي الساحه هون هي كانت بستين جنينه، كانت بستين هون التونيل اللي فاتحينه من تحت الجبل كانوا عاملين تران يزقوا البحص والرمل والردم وهالاشياء هاي، كانت بنحط هون من على اساس يعني عملت الساحه من ورا الرد اللي كان يفوت من التونيل. اي سنه كلها صارت القصه؟ هي بلشت تقريبا بال 47 48 خلصت ب 63. واساسا كان قبل شركه كهرباء اجت شركه صنوبر، شركه سنه ال 40 اجت شركه صنوبر ضمت كل الحراش هون وشق الطرقات على مع مجرى النهر وتزق الصنوبر وتاخذه مشان يسفروه لبرا ياخذوه للكاميونات يصنعوا منه خشب. هذا النهر هون كتير نظيف، ما في منه لا في مصانع ولا في مجرير ولا في بنى تحتيه ولا شيء، بعده على الطبيعة، بعده مثل ما بيقولوا فيرجن، بعده نات تمشي الماء فيه. نحن بالصيف بكون عم نتسبح عم نشتغل راعين نازلين ناطرش نشرب منه، كتير نظيف. هذا التونيل بلشوا من هون، بحشوا من هون، راحوا شمال يمين لوصلوا على كعب السد مشان على مجرى الماء يعني مشان تروح فيه الماء، وراحوا من هون على الشمال باتجاه يحشوش. ومن يحشوش بلشوا بالبحش من فوق، من هون من فوق تلاقوا مع بعضهم. بقى فرقت معهم 10 سنتي مشان الهيدا، بقى ادعوا على المتعهد وعلى المهندس انه كيف بلاش تفرق معهم. هاي كان شركة اليانية مش لبنانية بقتها كان، وعملوا التونيل. في هيدي هون قديسي بربارة هيدا المزار، هن التليان عندهم كتير ايمان بالقديسي بربارة. يعني كل المشاكل الصعبة، كل التعهدات الصعبة الكبيرة اللي فيها خطر كانوا يعملوا لها مزار للقديسة بربارة لأنه كان شفيعتها وكانوا يؤمنوا فيها. Amazing biodiversity. وطلعوا محل ما الإنسان ما بيدعس بيطلع شجر صنوبر قد ما بدكم عم بيطلعوا من وين ما كان.
محل ما الإنسان ما بيقرب في حياة. روعة. وهيدا سنجاني كمان. شو حلو. وهي سنوبرو. وإن شاء الله يضل الإنسان بعيد من هون. تضل هالطبيعة هالقد حلوة. ما كنت مصدق رح نلاقي هيدا الشيء بنوفمبر. هيدا النبتة اسمها باللاتيني أوريغانوم ليبانوتيكوم أو زعتر لبنان. هلا ليه الناس ما بتعرف إنه هو زعتر؟ لأنه ما في بقلبه المادة التيمار والكارفاكرول بتعطي طعمة زعتر، بس هيدا أوريغان منه للأكل. في بعض الناس بيستعملوه للزينة وبعض الناس بيستعملوه كأشياء طبية، بس شوفوا الجمال. جنة صغيرة. وهول الصور اللي شفتوهم تبع الدرون ما بعتقد حدا قبل مصورهم وبهالطريقة. ان شاء الله يا رب ولا مرة حدا يفوت لهون، ولا مرة السيارات تقدر توصل لهون، لانه بين الارجيلة والزبالة وقلة الاخلاق شو باقي من لبنان منوديهم. اليوم الطلب للكل انه البيكنيك على رأسي. انترنال توريزم اكيد، اكتشفوا بلدكم غرموا فيه اكيد، لان رح يضل بلد احلى بلد بالعالم. بس تركوه بجماله أحلى بلد بالعالم بشوية مسؤولية. بس فكروا بولادكم، بس فكروا بولادكم. واو، هاي شو هاي؟ او ماي جود، شجر ماي نقي وماي صوت. الصخر محفور حفر أكيد من أيام أدونيس عشتاروت. واو، مش معقول، مش عم صدق اللي عم شوفه. وتما تكون اخر مرة بتشوفون، بليز ما تجوا لهون، ما تعملوا بيكنيك هون، ما توسخوا هون. بس اترك لابن ابني شي يفتخر فيه ويضل يقول احلى بلد بالعالم. بعتقد انبسطوا كتير اليوم ببربتنا. نحن وعدناهم انه نفرجيهم اساس المي، يعني محل ما بتبلش المي اللي هي افقى، بس اربع خمس ساعات ما قدوا على اساس ساعة زمان، ونكون عملنا كل النهر ابراهيم. بعتقد بدي اكثر بكثير، فبنوعدكم بحلقه ثانيه قريبا. اكيد رح نعتبرها ابيزود 1 وبعد في ابيزود 2. ليه؟ لانه نتعلم كثير من المي، يعني علاقه المي مع الانسان مع الطبيعه كثير مهمه. جمال بيقتل، جمال فعلا بتطلعوا بتقولوا نو واي نو واي بلبنان. انا ما شفت، مش شايفهم بولا كتاب. ما بعتقد كتار الكاميرات اللي وصلت لهون، وهيدي بس تعطي امل لكل واحد ويضل يتذكر انه يعني مش كم واحد قاعد على كرسي رح يخلينا نفقد املنا ببلدنا ونقول ما بنحبه. انطوني، بعد ما شفنا شيء، بعد ما شفنا بعدنا بالنص.
طفانا. رح نعطيكم هيك اثنين كوتس شفناهم قبل ما نخلص نفل مع امل صغير. وبما انه هيدي الحلقه عم بيحضرونا من كل بلدان العالم فقلنا بنحكيهم شوي بلغتهم. مزبوط. يعني رح نقول اول شيء توت شين ميردو ne peut pas couler un navire si elle ne pénètre à l'intérieur du navire. De même, la négativité du monde ne peut pas vous atteindre sauf si vous lui permettez de pénétrer à l'intérieur de vous. يلي هي بيقول يلي هي الفكره تبعها انه حتى لو طلعت المي ونزلت المي وعندنا باخره على موج 20 متر ما في شيء بينزل باخره الا ما المي تفوت لجوا وتغرقها. بزيت الشيء بالنيجاتيفيتي اللي عم نحكي عنها دائما ما حدا بيقدر يكون نيجاتيف الا ما يشرقها، ما حدا بيقدر يكون سلبي الا ما يشرق السلبيه ويعيط لها، ما حدا بيقدر يكون ما بيضحك الا ما يضحك للشر. فبنطلب من كل حدا يكون بوزيتيف ويطلب هيدا يشوف الايجابيه اللي حواليه. ايجابيه بتشد ايجابيه مثل المغناطيس، والتشاؤم بشد تشاؤم كمان مثل المغناطيس. انت انتوني بدلك تقول انه ساعد حالك. هابينس از ا تشويس 100%. هيلب يور سيلف اند ذا وورلد ويل هيلب باك. مزبوط. يعني صح. وبده يقول انه لبنان مش احلى بلد بالعالم، نحن لقلنا هذا احلى بلد بالعالم. باي. هلا انا نقيت جمله شوي طويله رح نختصرها على السريع. بتقول انه لو نو ريزيست با لو سي كول، يعني هيك بدك تروح مع الفلو. يعني لو ني باز ان مير سوليد ان نو فوز اريترا با مي لو فا توجور لا او ال فو. هيك بدك حلو. ريان نو بو سو دريسي دوفانت ال لو اي باسيانت. بحب انا هيدا هيك لا باسيانس. لي غوت دو اوز لا بيير رابلي فو دو سولا مون انفون نوبليي با كو فوز ات ا موتي او. مثل ما نحن سي فو بوفي با باسي ا ترافير ان اوبستاك فات لو تور لو لو في. قديه ذكي المي؟ ما بتوقف، ما في شيء بوقفها. بالمعركة بين المي والحجرة المي بتربح لأنها صبورة. وأنا هيدي الشغلة بحب كثير هيك، بحب المي بتعلمنا الصبر، بتعلمنا النقاوة، بتعلمنا جيت لهون فت بالحيط ما في مشكل، شايف الحيط زيح هيك. بدنا نهتم فيها، بدنا ما نوسخها، بدنا ما نعمل لها كسرات، بدنا ما نحفرها، بدنا ما ننزعها، وبدنا نتكل على ربنا ونؤمن فيه ونقول له بنشكرك مثل ما بنصلي له كل يوم، نؤمن انه هو اذا خلقها من هون لازم تضل هون، اذا ترك لها طريق لازم نحافظ عليها. وهيك بنقول لكم باي وبنلتقى بالحلقه اللي بعدها يلي ما فيها اكل ميت جوع. ويت وين رايحين؟ دقيقة شوي، ما خلصنا بعد كل هالتعب كل هالركض. The best part is yet to come. خليكن لخمسة دقايق زيادة. الخروب هالحجر المبروم طبعا جنب، يحطوا الخروب ويبرموا عليه الحجر، في له مزريب من هونيك هاي الفتحة من تحت ينزل فيها الخروب ويصير دب. مارك مش مسموح اللي عم نشوفه. تخيل انه كان في ضيعه هون، كان في ناس عايشين هون، مش مقبول. ميتهم، بيوتهم، معصرتهم، مطحنتهم، مش مقبول. كان في ناس عايشين هون 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 عند روبن هود ستايل يعني. او لك الكاميرا بتفرجي قد حلو. ما بعرف اذا الكاميرا عم تعطي حق هيدا الشيء. انا بيي وعمومتي عايشين هون. هون بيي وعمومتي خلقوا هون وعيشوا هون، كانوا يزرعوا الارض كلها هون. وجدي بيو لبيي كان عنده الطحون، كان هو مدير الطحون هون. كان في شيء اسمه مدينه كان يطلع او كان ينزل على بيروت هيدا هون؟ لا ايه بيطلع بيروحوا مشي، كانوا ما كان في سياره. في جسر هون تحت فوق النهر، هيدا كان الممر بين منطقه جبال ومنطقه كسروان. كان في القوافل ايام زمان، كان في القوافل تمشي البغال الجمال ينتقلوا من طرابلس ليروحوا على البقاع، يجوا بهذا المسار من هون ينزلوا يطلعوا بهالمسار من هون ويروحوا تيسيروا على البقاع. هيدا بيت جدي كان يعيش فيه، بيي وعمومتي خلقوا هون، بيي وعمومتي خلقوا بهيدا البيت هون. لازم نروح.
اكيد لازم نروح. ايش بتخيلوا حالكم عايشين هون؟ بيوت عم تترمم، طلعوا خضار، كمية الخضار قد ما في مي قد ما غنية، وكله عم بيرجع يترمم. نايس. هيدا كان في جسر بالنص من هون، ويحطوا أغصان شجر تخينة من ميل لميل، ويحطوا له أخشاب، بعدين يجيبوا الفجار الخنشار يحطوه فوقه ويطموه بالتراب، يكون في محدلة حطوه ويحدلوا التراب، يحدلوا هيدا مشان ما ينزل عليه المي. هيدا كان كله مسقوف بالتراب. هيك كانت كل البيوت الضيعة هون، مش هيدا بس، كل البيوت الضيعة القديمة كانت هيك، وحد كل بيت في أبو من تحت كانوا يربوا مواشي فيه. جسر بيوصل الضيعة بعضهم. جبال بكسروين. هونيك جبال؟ هونيك المال جبال، هون كسروين. نهر إبراهيم هو الفاصل بين منطقة كسروين وجبال، هو بيفصل. ما عم صدق شو عم شوف. كنت مفكر حالي شايف لبنان، ما عم صدق شو عم شوف. طريق المطحنة القديمة كانت كتير هينة، كانت تجي على ضغط المي، إن كانت زيادة فائض المي بيجي من هون أو المي تبع النهر بيجي من هيدي الميلة، بيلتقوا التنينتهم هون، الضغط بيكون كتير قوي، بيقطعوا هون، بعدين في عنا 2 تونز، واحد إجمالاً للبرغل وواحد إجمالاً للطحين، ومريت من وقت لوقت بيقدروا تستعملوا كمان حمص، وشفناها بضيعة بعيناتها، بتجوا لهون بيمشي من هالميل وبتنزل لتحت. بالمعصرة بالمطحنة ولا مرة المي بتفوت على قلب المطحنة، المي بتقطع من براتها. ليش؟ لأنه مي وطحين بيعملوا عجينة، وأكيد ما لازم يفوت المي لجوا. تنزل لتحتها، دولاب كتير كبير وبتبرم. أي دولاب؟ اللي هو المطحنة. وبعد قديه في أهمية نقطة هون، هيدا النبتة اسمه أوباتوار، هي بتنباع بالفرماشيات بأوروبا ولبنان للسالة. هون عندنا الإباريكون يلي كمان هون الإباريكون. أوكي، ليه عم خبر عنهم؟ هول الإباريكون اسمهم SJW بالفرنسوي ميل بارتوي. هول من أهم بلانتات بسموها لوكزاناكس وناتوريل، حتى بتتاخد للتلولة مشان هيك اسمها سان جونز وورت، بس بلبنان بيقولوا لها عشبة القلب لأنه كمان في ناس تاخدها للقلب. كله هون في الصيدلية تبعية. نهر إبراهيم، يا نهر إبراهيم. بحلقتنا الأولى فرجيناكم نهر إبراهيم وبلشنا من تحت من البحر. اليوم نهر إبراهيم وراح نبلش من فوق بهالنهار الرائع. هالأصوات اللي عم تسمعوها وراي الكتير حلوة، راح نفرجيكم نهر إبراهيم مثل ما هي القصص، المنيح والعاطل، الطبيعة والإنسان شو عم بيعمل. راح نبلش من مغارة أفقة، محل ما فيه المعبد الروماني اللي كتير قليل منكم بيعرفوا، ومحل ما كانوا الفينيقية من ألوف السنين يجوا يحجوا. راح نلتقى بصديقي مارك بيروتي يلي تعودته يعلمنا عن إشياء كتير حلوة عن الطبيعة، ونحن نحكي الإشياء مثل ما هي. بس نحرك الرأي العام، نرجع نذكركم إنه نهر إبراهيم من الأهم بالعالم، وعايز مساعدتكم وقفتكم معه ودعمكم واهتمامكم تنقدر نورته لأولادنا ولجنريشن الجايين. نهر إبراهيم أبيزود 2، مشوار ببلش هلأ.
ومن هون ببلش النهر. نهر إبراهيم يا نهر إبراهيم ببلش من أفقع العلو 1150 متر. من هون المي الحلوة بتنزل وبتلتقى بعد 27 كيلومتر بالبحر مع المي المالحة. تقريباً الحوض طبعه أكثر من 309 كيلومتر مربع، وهيدا النهر من الأهم والأعظم بمنطقتنا أو بلبنان. رح نعمل قد ما بنقدر منه نفرجيكم هالعظمة يلي لازم نحافظ عليها. مارك وين؟ مارك! أوه. ده حلو أنتوني، عن هذا ده حلو، يعني بحس هيك أنه يعني قاعد مطرح في تاريخ شيء عظيم. يعني شو رح نعمل اليوم؟ رح نتعرف على نهر إبراهيم بطريقة تانية، رح نتعرف كثير على الأركيولوجية اللي هون، رح نتعرف على معابد، رح نتعرف على الطبيعة وخاصة على المنابع تبعه. نحن هلأ بأفقع، بعد شوي رح نروح على رواز، نتعرف كمان أهم شيء على الطبيعة. Nature versus human، وليش بدنا نزرع اشياء اساسا ما عندنا منها واساسا ما عندنا موجوده بالايكو سيستم الموجود هون. الطبيعه قديش حلوه، عمرنا حيطان، زرعنا شجر مش لنا ونزعنا الاجواء. مش انا قتلتهم بس كثير مبسوط انه ماتوا. في شغله انا واقف هون عم بتطلع تاريخ وعظمه، بتطلع وين ما كان للذئب الاشجار والشتل يلي هن لازم يكونوا عايشين هون، مثل الايباريكوم، مثل الفجار، حتى مثل السبارسيوم يلي نحن بنسميها بالعربي والزيل. طب بس ليش المطرح القد حلو، مطرح ما أصلاً بيطلع صفصاف، مطرح ما أصلاً في الزيب، ليه منزرع ليلاندي؟ الجواب بعرفه، لأنه نحنا بدنا نعمل كل شيء بسرعة، بس كمان بيموتوا بسرعة، مطرحهم مش هون. إذا بدنا نعمل أصول لازم دايماً نزرع قد ما بنقدر، خاصة بمطارح إستوريك مثل هون الشجر يلي كان عايش هون. لازم نزرع تين، لازم نزرع للزيب، لازم نزرع صفصاف، أرز كمان زرعين كم أرزة، بس ليش ليلاندي؟ تنخل نفس، روح روح. سبحان الله الخالق يلي بيطلع لنا مي نقية 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 بشكل مش معقول، ونحن مش شاطرين الا ننزع الطريق. بعتقد الحرارة تبعها واحد او اثنين بالكتيرة، سوبر مجلدة، كتير طيبة، كتير غنية، وطالعة من هالارض المقدسة اللي اسمها لبنان، من تحت الجبل بهالغزارة اللي شايفينها، وبتنزل تتروي كل المنطقة. نهر ابراهيم ببلش من عند كزبرة البير. هالنبتة الحلوة كتير عايشة هون يلي هي نوع من الفجار، بسموها بالفرنساوي كابيلار دو مونبوليه، رائعة، بتعقد فيها نزرعها ببيوتنا، ونفس الوقت عندها فوائد كتير طبية. قديش روعة، بس حلو. معقول هول الناس اللي عم بيكتبوا على هالحيطان كون نحن وياهم بشر وخلق الله؟ ولا ما بعرف شو بدي لك، على شي عمره آلاف السنين بحطوا هيك شغلة، ما بعرف شو بدنا نسميهم. وراي معبد فينوس هون، إذا بتطلعوا هو قاشط لأنه صار فيه زلزال كتير قوي، بس سبحان الله الزابة بعدها واقفة مثل ما هي. وهون شغلة هيك مهضومة، هيدي بطنة. عادة حدا بيطلع بفكر أنه هول الفويكة تبعها، هول منو الفويكة تبعها، هول قال إن حشرات عايشين جوا بيعملوا هيدا مثل بيتهم، ببين مثل لوبيا كبيرة. إذا بنكسرها مفروض يكونوا هول حشرات يحنا جوا، هيدي طريقتهم ليقدروا يقطعوا الشتاء. Thank you.
انكسر وين؟ انتقلنا على جبال بتشوفوا كل الضيعة فيكم تقطعوها، وعم نقطع من ضيعة لضيعة لضيعة، وصلنا هلأ على مجد العقورة وبعد شوي العقورة، وبتشوفوا المناظر والألوان الكتير حلوة يلي هي بهيدا الطقس. الجبال البراونش كولر، الشجر شي روعة روعة. من بعد ما شفنا أول نهر رح نقطع على تاني نهر، بعدين وين بيلتقوا تا يكفوا all the way على البحر. يلا مشوار بكفي walking. منو عظيم قد أفقى، ما فيه مي قد أفقى أساساً لأنه بعد ما تفجر ينابيع، بعد ما بلشت شتوية. بس قديش الوقفة هون حلوة، وقديش مهم بكمية المي اللي بتنزل على نهر إبراهيم. مارك وين وصلنا؟ نحن هلأ صرنا عم غار ترويس. هون كمان لما يكون عم يدوب التلج تنزل المي، تتلاقى بالمي اللي هي نزلت كمان من أفقى، وبيلتقوا اثنيناتهم وبكمل نهر إبراهيم. عادة هيدا النهر أهميته أنه أغلبية المي تبعه بتجي من التلج، ومشان هيك هلأ هون ما عنا مي، مع أنه نحن بزيت النهار عم نصور. إذا بتطلعوا بالحجار الموجودين هون، إذا بتطلعوا بالشيب تبع الوادي، بتشوفوا قديش في كمية مي. وأساساً بتعرفوا أنه المي هي اللي حفرت الصخر، وهي اللي رسمت الوديان، فأكيد كان في مي بطريقة كتير قوية وبضغط كتير قوي أيام زمان تعملت هول المغاور وهول التونلز اللي عم نشوفهم هون. من هون رح نكفي، رح اخدوا لمارك على محل كتير حلو بحبه كتير، هيته ما بيعرفه. Come with me. صرت جاي لهون تقريبا 4 مرات، وكل تصوير احلى من التانية. توصل لهون تسمعوا صوت المي، بتنزلوا بتتمشوا بين الشجر، وفعلا بتقربوا من ربكم. طلعوا العظمة يلي للأسف رح ترجع تنتزع أكتر وأكتر كل ما نقرب على المدينة. خليط بين الطبيعة وبين الإنسان، خليط بين الطبيعة كيف هي اشتغلت مع حالها والإنسان كيف تطور معها. بمحلات نزعة، بمحلات استفاد منها، بمحلات هي رجعت تأقلمت. هالنهر واحد من القليل بكل البحر المتوسط، واحد كتير قليل من هالأنهر يلي منه محمية ومنه كتير منزوع، شي بالنص. واليوم بناخد القرار هل منقدر نحافظ عليه كرمال نقدر نكتب ينكتب له عمر جديد، أو منتركه ومنضلنا ناكل منه ومنضلنا نأذيه، وبعد كم سنة منقول كان عنا نهر يا ريت. شوي من كل شي فينا نتعايش مع بعضنا بلا ما نأذي بعضنا، نحن والطبيعة، نحن والأرض، نحن والأساطر إذا ضرورية، نحن وكل شي. بس ما منمص كل شي من الأرض ونرجع نقول بعدين يا ريت. فنحن هون هلأ حد المي، نباتات المي موجودة كتير. شفنا الدلب حوالينا، كيف معرف الدلب بالشتاء بيكون فقد وراقه، وفي الفواكه هيك مثل بولات صغار من سميون أكان عليهم مثل وبر، هيدا بيساعد أنه البزرات يطيروا مع الهواء. هون عنا الإباريكوم يلي هي دغري بالدلالة على المي، جدودنا بيستعملوها لكتير إشياء طبية، ريحتها كتير بشعة بسموها أودور دو بوك مثل ريحة البقر. هون عنا نوع من الفجار، وكمان اذا قلبنا ليكو شو حلوه اخضر من هون، اذا قلبنا بنشوف السبورز تبعها يلي هن بخلوها تتكاثر. هون عنا الارم يلي جدودنا كمان بياكلوها، بس اذا تكون مسلوقه بسموها لوف. هيدي من احلى نباتات عندي، بشوفوا هيك زيح المي يلي هيك زيح ابيض يلي على ياهي دلاميوم. واذا بنمشي شوي بنشوف هيدي النبته اللي ما في منها بالعالم غير بلبنان، اسمها ميليسا، وهيدي كل النباتات اللي حكينا عنهم دلاله انه في مي. فهون عندنا نبته ما في منها بالعالم غير بلبنان اسمها ميليسا، كثير مهم تنتبهوا لانه اذا غلطتوا شوي بين هاي وبين هاي بتعقصوا. هيدي القريس او الاورتي او النتل، انتبهوا ما تدقوا فيها. هيدي النبته لو نحن هلا منا بالخريف كنا بنشوفها كثير كبيره وعامله مثل براش، جدودنا كانوا يستعملوها مثل فرشايه. كم نبته بنعتقد، او كم شجره، او كم بلانت، او كم كل البيودايفرسيتي بنعتقد موجود بهيدي المنطقة؟ هلا كشجر في بالدومينانت يعني شي 15، يعني بين دلب وحور وصفصاف وغار وخروب وتين، هولي كشجر. كنباتات تطلع تحتهم في نباتات المي، تقريبا كلهم سوا بيطلعوا بال 400. هيدا اكيد نباتات. في عنا بعد حيوانات، في عنا فراشات، في عنا حشرات، في عنا حتى فطريات، كله هيدا بنكون عم نحميه اذا حمينا هالفالي. أنتوني قرب هلا، مش هي على الاخر، بس تذكر وقت عملوا جينوسيد ارمينيا السامبول تبعه هي النبته يلي اسمها
ميوزوتيس باللاتن او حتى بسموها فورغيت مي نوت بالانجليزي. ليك شو حلوه، قرب علي نفرجيهم. هي فيها خمسه موف، فيها نحكي كثير عنها، بس خبرك ليش هيك خبريتها. بيقولوا انه بالنمسا كان في فارس لابس كل الارموري تبعه والحديد كلها سوا وعم يمشي ومشنقل سحبته فركش وعلى التقل تبعها ما قدر يظبط حاله، هيك قلب على على مثل كان في مثل ساقيه لحق يلطف هالنبته وكبل لها اياها ولا ما تنسيني، وهيك صارت اسمها فورغيت مي نوت او بالفرنساوي نو موبلي با، بسموها ميوزوتيس لانه ورقتها هيك بتشبه شوي الفاره، وهيدي هي السامبول تبع جينوسيد ارمينيا. ايوه رامز الخوري. اوه شو التفاحة حلوه استاذ رامز الخوري، اي شونس بشتي الايام تعجيه. استاذ رامز شفنا قطعين واصلين وعزمنا على تفاحة غير شكل، محطوطه برات البراد بعد كتير مسقعه كتير صغيره، من نص اصفر من نص ابيض احمر. اكستريملي سويت، اكستريملي 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 سويت and nice crunch. هون ايمتى انقطفوا؟ هاو انقطفوا باخر ايلول. من وقتها هيك؟ اسمعوا القرشة. من اخر ايلول مقطفوا. سمعت المثل يلي استعمل لك ايه؟ مش اكل منهم بعرس ستك. انا منيحة. عبي عونيت. لا لا وعلي مرة تانية. بك عبي تفاح. انا كتير تفاح ولا. طيب يلا. عبي الزل عمل هيك. طيب يلا. هو من بيروت رح نحط له تفاح. إذا أعطيت الصندوق لو عندي بعطيه. لايك إذا أردتهم هو هلا خذ رقمي سايف ومعك، إذا أردتهم دق لي بس. ليش أنا بسترجع زعلك أصلاً؟ شو رح نحكي شو فيه؟ ياف يعطيك العافية بكفي. خذ 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 هلا بعد. أهلا وسهلا فيك. بك الله يخليك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. قل لي أحلى بلد بالعالم وين؟ المجدل. عندي أنا المجدل. بالنسبة إلي لأنه أجمل منطقة وشعبها قلب طيب. بلاقوا الواحد عبعد 10 كيلومتر. عندي سؤال. واضح. عندي سؤال. وين في غير بلبنان حدا يكون ماشي على الطريق شو بقول لك؟ تفضلوا تفضلوا، أكلنا جوز، أكلنا تفاح، تعلمنا كم سب جديدة. يا ربي حطلنا ضحكة على وجهها وكفيل المشوار. الله قوي. أهلا وسهلا. الله قوي خليك على الضحكة. لايك صورته الشلال تحت. كيف أكيد. لك؟ إيه عامل قعدات أنا بالصيف تحت. يلا من زورك. عامل قعدات وبيجي عالم أول. يا أهلا وسهلا فيكم، يا أهلا وسهلا فيكم. بحضر حلقات القديم وبتذكر اني برامت على محل فيه قلعة كتير قديمة وكتير حلوة، وما رح كذب عليكم القصة قطعت صار لها 5 سنين 6 سنين وما عم بتذكر وين، انتل صفينا السيارة وطلعت قدامنا القلعة. ومين بيقال ومين بيقول انه في قلعة هيك هالقد حلوة هالقد مهمة بضيعة ما كتير منا سامع عنها؟ اسمي إلي خليل، أنا بشتغل بمحمية جبل موسى اللي 11 سنة، واليوم رح كون معكم جايد على المواقع يلي حوالي نهر إبراهيم. وادي نهر إبراهيم بيقول عنا المؤرخ الفرنسي إرنست رينو أنه من أجمل من أروع المناطق بلبنان.
وبيقول كمان انه بهيدا الوادي الانسان صلى لاطول فتره ممكن بنفس المحلات. يعني كان قبل كان في الفينيقيه بعدين رومان بعدين اجوا المسيحيه وصلوا بنفس الاماكن بس غيروا اكيد شكل المعابد يلي عم بيصلوا فيها. فهي من المحلات اللي كتير مهمه على الصعيد التاريخي والصعيد البيئي كمان. نحن هلا بيانوح اليوم موجودين. هيدا الموقع له هو مرتبط بشكل مباشر بعباده ادونيس يلي كانت تصير من زمان. الحفريات الاثريه اللي انعملت بالموقع دلت انه كان انسكن بلش ينسكن الموقع من ايام العصر البرونز القديم يعني بالألف الثالث قبل الميلاد وكمان في كمل بالعصر الحديدي يعني الألف الأول قبل الميلاد. الموقع في ثلاث كنائس. أول كنيسة حكينا عنها اللي هي المعبد الروماني اللي تحول بعدين لكنيسة على اسم مارجريوس الأزرق. تاني كنيسة هي موجودة هون عمرة بالحجر الرملي الأصفر هي كنيسة عمرت بالفترة الوسيطة. تالت كنيسة موجودة هون على الشمال كمان معمرة من الحجر الرمل الأصفر وتعمرت بالقرن الخامس بعد الميلاد. موقع المعابد يلي موجودة على ضفاف نهر إبراهيم على اليمين وعلى الشمال مرتبطة بشكل مباشر بالمسيرات الحج يلي كانت تسير من مصب نهر إبراهيم لحديث منبع نهر إبراهيم بمنطقة أفقى ومرتبطة كمان بالطقوس يلي كانت تسير ويلي هي إلى علاقة بموت وانبعاث الإله أدونيس حسب المعتقدات الفينيقية. هيدا المركز من بعد الفترة الرومانية تحول لمقر للبطريركية المارونية من سنة 750 بعد ميلاد أكيد لسنة 1227. قديش حلو. مش بس الحجر يلي أكيد في منه وين ما كان بيناتهم بعلبك وغير محلات كتير مهمة بلبنان بس الخضار والشجر اللي حوالينا هالثلاث أربع ألوان بين السما والأرض والشجر واللون الأزرق unbelievable شو حلو. هول كل شيء لونه أخضر هو السنديان واللي لونه أصفر هو السنديان البهر يلي بنسميه ملول أو حتى في مطارح بسموه عفس. ليك هون يا شو اكتشفنا في زوفة هيدا عم تطلع هون على الحيطان. هيدا من أهم نباتات نستعملها للصحة البيئية اللبنانية يعني ما في بيت بهالمنطقة ما في زوفة. وإذا بنمشي كمان لأنه هول دايما هن نباتات القلعة بيطلعوا دايما على صخور القلعة بتطلع هون في البارياتاريا أو حشيشة الإزاز يلي هي كمان عندها استعمالات طبية وحتى استعمالات مش طبية. ما في تقريبا نهار بالصيفية ما كان ننزل من بيتنا على جنة من هون ونرجع نطلع تاخد 10 دقايق نزول بكون محمس بدك ساعة لترجع تطلع. ما بعرف قدي أبشع شي لقلي أنا هلا أنه أنا ما في فرجة ولادي الشي اللي اسمه كان جنة ما في نزلهم لك في شي بيمنعني انزل على أنا بعتبره دياتي هلا بك تقلي مع السد أو ضد السد. أنا بالهيك شغلي هيك كتير بديهية لقلي إذا جدودك سموا شي جنة بتعملوا سد هادي بس هذا جواب ما بده عالم ما بده شي. هلا ما أو ضد السد أوكي في مطارح بركة سدود مهمة بس أنا بالنسبة لإلي سد جنة نعمل شوي عن زي ولو تارت يعني في كتير خبرة في كتير دراسات كانت ضد السد ونعمل بالقوة بس رح روح معك على الإكستريم لنقول أنه سد جنة لازم ينعمل. شو رح يصير بعد السد؟ يعني مثلا عمل دراسات أنه أوكي رح تعملوا السد بس خدوا هالأمور إذا بدك بعين الاعتبار خلوا الخبراء يلموا النباتات اللي ما في منها بالعالم غير هون يزرعون غير مطرح ما انعملت. توسيع الطرقات من وين ما كان لنوصل على السد ليش؟
حدا عم بيهتم مثلا بالناس عم تشتري اراضي حوالى السد لبعدين بركي تطلع اوتيلات او تعمل بيوت وتغير كل هالمنطقه اللي كان اسمها جنه؟ هلا بفهم انه في ناس رح يقولوا مننتقد كنا ننتقد شو وين وبعدين هلا بنصورها انه قديش حلوه وهذا السد رح يكون بعدين يمكن هيك حلو، بس هالامور كلها حدا عم بيخدها بعين الاعتبار؟ الضغط على هالفالي نعمل سد، اذا بتشوف بعدين قد ايه في كسارات، توسيع طرقات، اراضي زراعيه، رش، كله سوا بدنا نعمله ونقول انه لا ما رح يتغير ورح يضل اسمه جنه، انا هيدا اللي بخوفني. محل اسمه جنه منيش مننزعه، وبعتقد الصور اللي عم تشوفوها هلا عم بتفرجيكم وعم بتبرهن لكم قديش نزعينه، غير انه عاملين بس سد، الطرقات، التوسيع، كلنا نحن وصغار وانا واحد منهم عاملينها كلها ماشي ونزلين ايام الكشافه تنزل نخيم تحت. ما بقى في شيء منهم، ما بقى في شيء منهم، ما بقى في شيء منهم. بدنا نكفي وبدنا نعمل انماء بس بنعمل وعميد صفر، بنعمل هالقد زفت، بنعمل هالقد بيتوم، بنعمل هالقد تخريب، بنعمل هالقد دمار من أرض، من مي رائعة، من مي بتطلعها الطبيعة، من شيء خلقه ربنا بيطلع من تحت الأرض. أول ما يوصل لهون بينتزع، ببطل ينشرب، ببطل حدا بيقدر يتحمم فيه، ببطل بيقدر حتى الحيوانات تشرب منه. كرمال شو؟ كرمال شوية ناس تستفيد، كرمال شوية ناس تفكر بالوظائف، كرمال شوية ناس تفكر أنه كيف نحن بدنا نشوف مين بيستفيد على حساب مين. قطعنا هيدي الطريق ولا مرة فكرنا نوقف هون. هيدي الطريق اللي بتوصل على أرطبة من المحل، محل ما بينزل أو على وادي أدونيس أو بيطلع صوب أرطبة، وفي محل اسمه المشنقة. هو معبد روماني كتير كبير، في حجار على كل الميلات، شكله روماني واضح. ليش اسمه المشنقة؟ بعتقد اسم جديد، في ناس بتقول أنه عثمانية كانوا يشنقوا أنه هون أو غيره. جوجل عنده كتير أجوبة، بيناتهم بيقول أنه هيدي المنطقة اسمها عين الدلبة لأن في دلبة كتير كبيرة، أنه هون بيقولوا لها كمان المنطقة يعني بسموها تموز لأنه حلو كانوا يسموه لأدونيس، أدونيس أو تموز، وهيدا المنطقة معروفة كمان بمنطقة تموز. حلو الخبرية اللي هو الإله تبع الجبيليين، وأنا خلقان بشهر تموز تخيل، ومن جبال. حلو الوادي تحت هيدا وادي نهر ابراهيم او وادي ادونيس مثل ما كانوا يسموه الفينيقيين. تاني ميل من الوادي عم تشوف جبل موسى، هيدا الجبل كله جبل موسى. من هاي الميلة عم تشوف تقريبا ثلاث ضيع صغيرة، اللي فوق ضيعة صغيرة اسمها العبرة، من تحتها في ضيعة كمان صغيرة اسمها شوين، وهيديك الميل ميلة الجنوب في عنا كمان ضيعة صغيرة اسمها سنوبر تابعة ليحشوش. هلا حد كنيسة سيدة الميدان، هي بتصير حد المعبد بغري، حد المعبد الروماني. هيدي الكنيسة تعمرت على أساس معبد روماني كمان موجود هون، بس أنطوني بدي فرجيك حجر هون هالميلة. هيدا الحجر كمان متاخد من المعبد، إذا بتلاحظ فيه كمان محفور، في أشكال محفور عليه، استعمل هيدا الحجر كأساس لبناء الكنيسة. بعدين حد نويس في عنا منحوتات، في عنا تقريبا هيدا المشهد يلي على الشمال بيمثل شخص لابس ثياب حرب محارب وحامل رمح بايده، باللوحه الثانيه على اليمين بتصور مره قاعده بهالوضعيه، يعني هي عم بوضعيه الندب يعني حزينه. نفس المشاهد تقريبا، في مشاهد تشبهها موجوده بضيعه الغينه اللي هي ثاني ميل من النهر، ميله الجنوب النهر. بهود المشهدين اختلفوا المؤرخين وعلماء الاثار حول تفسير هالمشهدين. ارنست رونون بال 1861 بيرد هيدي المشاهد لادونيس، لعباده ادونيس، وبيقول انه هذا الشخص هو ادونيس،
والمرأة يلي قاعدة هون هي عشتاروت عم تبكي على موت أدونيس. بالمقابل في عالم الآثار أونري سيريك بيقول أنه هالمشاهد هي من الفترة الرومانية بتمثل مشاهد صيد، وهذا الشخص هو سياد عم يتصيد وبالآخر بيموت السياد وتكون عم تبكي على الست يلي قاعدة بتاني لوحة. نحن حد النهر عم نشوف غار بعقد وين ما كان في غار، وهون ليكو شو حلوين. نحن هلا مين بصدق بجانفيه مزهرين الكنافس، ليك شو حلوين. الاسطوره بتقول انه الاله ادونيس كان عم يتصيد بمره، لان كان كثير يحب الصيد، كان عم يتصيد مره بهيدا الوادي هون، فبيتلقى بخنزير بري بجرب يقتله، فبيجرحه للخنزير البري وبس ما بيقتله ما بيموت، بيقوم الخنزير البري بيهجم على أدونيس وبيموت. لما مات أدونيس كان على ضفاف النهر، فدمه بينزل وبينخلط مع ميت النهر، فبتتحول ميت النهر للأحمر. وكل سنة بفترة الربيع ميت نهر إبراهيم تتحول للون الأحمر. كانوا يعتبروا الفينيقيين والشعوب القديمة اللي كانت عايشة بوقتها انه الطبيعة مذكرهم بموت أدونيس، وهيدا اللون الأحمر هو رمز لموت أدونيس. كمان بالربيع بيطلع زهر الأنيمون أو شقائق النعمان على ضفاف النهر يلي لونه أحمر، فكانوا يعتبروا كمان انه هيدا ترمز لدم أدونيس يلي مات هون. القرن الخامس تلميذه لمرمرون يلي هو إبراهيم الفورشي بيجي على المنطقة على أفقة تحديداً لهون من حلب، وبيبشر الناس يلي كانوا ساكنين هون بالديانة المسيحية، فتحولت معه المنطقة كلها للديانة المسيحية بالقرن الخامس، بداية القرن الخامس، وتحولوا كل المعابد يلي عم نشوفها اليوم من معابد وثنية لكنائس، وكمان تحول اسم نهر أدونيس كمان لنهر إبراهيم نسبة لإبراهيم الكوروشي. قدين نباتات اللي هون حلوين، يعني من أشجار فعنا كتير دلب وعنا كتير غار شفناهن. شفنا كمان الزمزريقة يلي بسموها بالعربي سجريقة، بالإنجليزي جوداس تري اللي بيعتبروا أنه يهوذا انتحر عليها. بس كيف ما بتطلع منشوف فجار، منشوف هون في ميجا فوربيا أبريل يلي هن بسمون قطع وصل، في إشياء بتعقد. فهنا عم نشوف دلب، الدلب كتير مشهور بشلشه القوي اللي بيتجزر هيك بينزل ما بيخلي حتى نهر يقشه. يعني إذا منقرب ومنشوف كيف هذيك المرة حكينا عنهم ضيعت كلها موس، وهون عنا أنواع ما شفناها قبل من فجار تانية كمان وين ما كان عم نشوفهم، كل واحدة أحلى من التانية.
هذيك المره شفنا غير شجر، هالمره شفنا تينه طالعه بدلبه. كل مره بنتوفى بأساس تطلع بدلب. قديش حلو انه الطبيعه متروكه مثل ما هي. انا بجي بقعد هون ساعات وبتقرب من ربي وبتطلع من شم روايح، من متع نظرنا، من متع دينينا. اخوات عن جد جنون شو هالنهر العظيم. اليار هن عاده بيدلوا انه هيدا المطرح فيه اكسجين نظيف، بعده الهواء نظيف وحلو. طلع بتشوفوا اصلا المي حتى هون حلوه. كيف ما بتطلعوا على الصخور فوقكم بتشوفوا نبته مهمه كمان في منها كثير على الصخور اسمها بتيلوستيمو، وكثير حلوه. هلا رح تشوفوها نازله. هلا نحن بالسيزن الغلط بتاعتي زهره زرقاء، نبته اسمها اونوسما او بسودوروسما اورينتاليس، كثير نبته حلوه ومش ما بنلاقيها وين ما كان، وكمان موجوده هون. نحن ما بنركع غير للبلاطيت. سو هون عندنا انيمون يلي هي لونها موف، في منها بلبنان احمر وفي حتى اورانج. وليك هون شو حلوه، كروكس، هيدي قريبه على زعفران. نحن هلا بيحشوش، ضايت يحشوش. الاسم اصله سرياني بيعني الاله المتالم، وهالاله المتالم هو ادونيس. بعد عنا محطة أخيرة اليوم يلي هي الغينة، ضيعة الغينة. بتكفي البرمي تنشوف كل المعابد تقريبا يلي هن على يمين وشمال النهر ابراهيم. وصلنا بالاخر على معبد بضيعة الغينة، رح نشوف شوي شو فيه. فيه موزايك وراي كثير حلو. هيدا المعبد روماني، تحول بالقرن الخامس لكنيسة بيزنطية، وهو جزء من معابد يلي منتشرة على يمين وشمال وادي نهر إبراهيم، وهو بيوقع على الطريق الروماني القديمة يلي كانت تبلش من المعملتين وتوصل على أفقة وبعدين على بعلبك. نحن هلا قدام صخرة معروفة بصخرة أدونيس. الصخرة بتتألف من عدة منحوتات وناووس عم تشوفه هون بكعب الصخرة اللي هو مدفن لأحد الأشخاص ما بنعرف لمين. بالمنحوتات عنا فوق مشهد بيمثل صياد عم بيتصيد حيوان كمان ما بنعرف شو هو. كمان في مرة حتى رأسها على إيدها وعم تبكي. مشهد تاني لهالصياد معه كلبان كأنه يعني اخذون على الصيد.
إرنست رونون المستشرق وعالم الآثار الفرنسي بيقول أنه هيدي المشاهد بتمثل أدونيس عم يتصيد خنزير بري، وعهد على اليمين عشتروت عم تبكي على موت أدونيس. الطبيعة بتحكي اليوم، طلعوا الألوان وراي. هذا عنا إشي بلبنان تركولنا إياها جدودنا ولازم نتركها لأولادنا. تاريخ، تراث، أثار، إشي بتاخد العقل، منحافظ عليها ومناخد أولادنا يكتشفون. واحد ما بيقدر يحب شي إذا ما بيعرفه. اكتشفوا البلد أكتر، تنغرموا فيه أكتر وأكتر، وبضلكم تقولوا مثل دايما كنا نقول أحلى بلد بالعالم. ليك تشوف شو حلوة. هذا البلانت هي نوع من اللوف اسمه أريزاروم، بس تطلع من هون بتشوف هيك كأنه هيك مثل حية مبينة. بسموها كمان كابوشون دو موان لأنه هيك مثل طربوش الأبونا، ما بعرف إذا الراهب بس ترجمته مزبوط. التقينا هون من شهرين تقريبا، شهر ونص، كان في مي اكثر بكثير بس كان نوعيه الخضار غير، الالوان تغيرت من ميل انا حبيتها اكثر، في ناس بتحب الصيفيه اكثر بكثير، بس كمان مش عم نحكي باكثر من حس بتفاعل الانسان والطبيعه، شويه زباله اكثر، شويه اكياس اكثر، من ميل الطبيعه كثير حلوه، بتقعدوا هون بتقربوا من ربكم، من ميل ثاني بتقولوا يعني لو في ناس اوعى شوي. شو تعلمنا اليوم مارك وشو المساج اللي بنوصله؟ اول شغله تعلمنا هو قد ايه هالفالي بشهر بتفرق، الالوان بتفرق، بس كمان الواحد بده يتعرف عليها من قريب، بده يتعرف عليها بكل السيزونز. يعني لما بنعمل مثلا دراسه عن نباتات او عن بايوديفرسيتي بنجي كل شهر، بنجي كل جمعه، لانه بتتغير. ما فيك تقول انا بعرف من شوي، انت كنت عم بتقول لي ما كنا عم نسجل، كنت عم تقول ما في يقول انا بعرف نهر ابراهيم وين، شو اي نقطه فيها لانها كبيره. تعلمنا كمان اليوم اشياء كثير، هو انه اللي حكيناهم ونرجع منشدد عليهم المسج الأساسي، أنه نحن كبشر مش بس إذا بدك الحضارة تبعنا هي شو بتعمر وأي طريق عملت، بس كمان الأشياء الحلوة اللي عطناهم الله والطبيعة ونحن ما مندمرها، ما نحافظ عليهم. وفي مسج أساسي أنه هالفالي هي مثل هيك نص بين نص، يعني إذا بعد شوية دمار عليها بتروح، إذا الإنسان سعادة بتبقى. فهيدا اللي نحن بنجرب نعمله، كل إنسان منا يحترم الفالي أكتر، ما يكب زبالة ويعمل الفار تبعه. من اهم الانهر بالبحر الابيض المتوسط، من اهم الانهر بلبنان اكيد، من اهم الانهر يلي بتعطينا مي، بتعطينا غزاره، بتعطينا شجر، بتعطينا نباتات، بتعطينا زراعه، بتعطينا كتير اشياء. دايما خارج عن نتذكر الحياه ممر مش مكر. فلين اخر شيء رح يطلعوا فينا اولادنا يقولوا لنا شو تركتوا لنا، اتركوا شيء لاولادكم.